بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أحبابي كسو دواد كتابك إني خذ عقيدتك من الكتاب والسنة حلقة دي أفراد حلقة وحين نكب الله بينا إن شاء الله تعالى سؤال أين الله إلهي ميي الله أنا عابدنه إنتو جوغا مرك إن شاء الله تعالى وحين حوق صارينا لقبضة ما أنت درسي بضان أين وقادنا إن شاء الله تعالى صدرتك وإن بوسيننا إن شاء الله تعالى أين الله؟ ميي الله؟ الله فوق العرش على السماء الله عرشك أيوكسر ريا سماء دوشيه الله الله فوق وحوكسر ريا العرش عرشك أيوكسر ريا على السماء سماء دوشيه يا عرشك أياسر ريا سماء أيالك سر ريا قال تعالى وحاو الدليل قال تعالى الله سر ريا وحويري الرحمن على العرش استوى الله الرحمن كا عرشك أيوك استوودي سئعن تنطه أي على وارتفع كما جاء في البخاري يعني الله عرشك أيوك سرمري سيد البخاري كتمت وقال صلى الله عليه وسلم وحوير نحريسي إن بدقل يكركي سأل الله هيالي إن الله كتب كتابا الله وحو قري كتاب فهو عنده كتاب كاسنا اكتيس ايويا الله فوق العرش عرشك ايونا كسر مري متفق عليه بخاري يا مسلم هي اسكر راعي حديثه سؤال شيء نكله هل الله معنا الا من الجرا هل الله معنا الا من الجرا جوابته حين نقن الله معنا الا وحو نقول جرا بسمعه وبصره ورؤيته وعلمه مقل كيسا أرجيس يؤغنشهيس قال تعالى ألا سري وحويري قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وحويري الله هعبصننا أنا إذن لجرة وان مغلي وان أركي ورموسو ويهارونو وان إذن مغلاء وان إذن أركاي هعبصننا وقال صلى الله عليه وسلم نبينا وحويري صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إذنك واحد بريسان الله وحمق له أو إذن له وون إذن لجرا وهو معكم وون إذن لجرا شيقا نوفسر يمرك إلهي سينه ولجرا وهو معكم أي بعلمه ألا علم جيسا أيو إذنك لجرا ألا عرشك أصوى عرش جيسا كسر مري أيو هدنا وحاين وصمين إنه الله سبحانه وتعالى أجيده ما ها الله إنه أدوك أودح جوا ما ها الله ما ها إنه ملك استجوا ما ها ما ها الله إنه مساكن كودح جرا ما ها الله إنه كودح جرانه ما ها الله إنه أريج كودح جرا دانفورت كودح جرا ضبط كودح جرا مسقسي جوا ما ها الله عرش يجلس أيه كسر مري هل قاسي جوا الله سبحانه وتعالى خلائق ذنا علم يجلس الله سبحانه وتعالى لأنه باب كم باب وين وين وانا باهم يعني شرح بهرابة لكن هالكاس نفقص عننا ان شاء الله تعالى سؤال شيء نكرة ما فائدة التوحيد وما هي فائدة التوحيد فائدة التوحيد هي الامن في الاخرة من العذاب فائدة توحيدك وان اتآمن كنقطه عذاب تآخرة والهداية في الدنيا هي ان لوهنوني الدنيا الاحذيضة وتكفير الذنوب إن لقول رافه ذنوبك عجيب يا عذابتي هذا كم عذابتي هذه الله سبحانه وتعالى كابد هذه طامع عنها ضامحي جناق شيء الدنيا أنت تجوكتين قفل الإنسان ما ظن هنا الله وكهنون ذنوبك ما أبى لقول رافه قال تعالى ألا سري وحويري الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كو حق الرميي أيوة كو حق الرميي وهم كلهم إيمان كو ظلمي يعني قال نمو كواسي نبت قلي أيا أسقناتي يا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمان كو ظلمي وهم كلهم ظلمي مركا شاقة ظلمي قاس أيوف سريع مركا بظلم أي بشرك ظلمي يعني شرك أيا لولجي ذا وقال صلى الله عليه وسلم نبينا وحويري حق العباد على الله
حق أي ألا أدومدي سكوليهين ألا يعذب وإنه سن عذاب من لا يشرك به شيئا عدي أن الله أحبه وشركيه هذا الله سبحانه وتعالى أحبه وشركيه وكان حديثا صحيحا وأنا حديث آد عجيبا وحالك أنك قال إن عطب كلا أو عصب أو مهمة شروط قبول العمل شرط إن الله أقبله عملك صلاة صون زكو وهي عبادها والله سبحانه وتعالى لو دواني شروطها اللي هو أقبل عملك واكنا شيخ وحوير شروط قبول العمل شروط عملك اللي هو أقبله ما شروط قبول العمل وما هي شروط عملك اللي هو أقبله شروط قبول العمل عند الله ثلاثة شروط عملك اللي هو أقبله ألا أكتيس وسدح كو الإيمان بالله وتوحيده الله إن الرمايه إنه كرياله قال تعالى الذي سري وحيري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كو حق رميي كو الرميي حق وعمل في عنفري وحاؤوا هذي جنة الفردوس دقيت مرتقاد نزلا وابلغوا مرتقاد جنة الفردوس وإلهي سبحانه وتعالى يكون مرتقاد وقال صلى الله عليه وسلم نبينا وحيري قل آمنت بالله ثم استقم له الله رميي انت اكد منه كتوص نو ما كشرط يكوبات والإيمان بالله وتوحيده آيبا في القرآن كأه يا حديث كاسيس هي الدليل لبا الإخلاص شرط يقلبات والإخلاص إخلاصك هو العمل لله إخلاصك هو إن العمل أصم يسو اللي درتي من غير رياء ولا سمعة أولا إستوسين أو آنا إسم قشينين قال تعالى الله سري وحيري فاعبد الله مخلصا له الدين عابد الله وأكليل دينك شرطك سدحات الموافقة لما جاء به الرسول وإن وافق سيهي وحيء الرسول كليمت صلى الله عليه وسلم قال تعالى الله وحيري وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وحيء الرسول كدتك سيئه أمفره وأين يقاتان وحو كريبنا وين يكرب صنادان اللنا وإن لقد ورسوا محايل عقاب تيسو ويدرنتهاي مركز سدح ذا الشرطي أي عمل صلوه أقبله هذا أودان كومنتيو كسوقرة ويعني مهم يعني سدح ذا الشرطي أنا مسكح لك وهيسا إن الله سبحانه وتعالى عبادي يسأل أكريشه اللي كري وأكبر يساء اللهم وتكون يساء اللهم إن شرطي قال لك إخلاص اللي درتي إيكاتاي صلاة مركز تكون يسو بس كوا حال الربع إنا في دربي وكر إنا تدخل سوق عضو دربي لكن صلاة ديكات اسم غشية إخلاصك عجيب عجيب شرطي استحادنا وإنه شيء وفقسني هاي يحو رسولك صلى الله عليه وسلم وليني هديم موليد الله ذا نبي موليد وليقنا إنا تدحنا شرطي كفيري هدي اللي قوي دي موليد كأسكتاف كأسكتاف مرت وقال هل كنا وحنا قال إن الشرك الأكبر شرك جوين ما أعظم الذنوب عند الله وما حي الذنوب تؤوين ألا أكتي أعظم الذنوب الشرك بالله ذنب أوجوين وإن أتلوح لو ذاجته والدليل قوله تعالى وحنا الدليل أرهضي الله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويلك يو الله وشرك يلين شركه وظلم وين أيو كير لغمان وين فيسا ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك اللو يدي رسول كان صلى الله عليه وسلم وحويري وحالو يدي رسول كان الله أي الذنب أعظم ذنب كيباء وين وحوك جوابي قال وحويري أن تجعل لله ندا وإنات الله يشو مد لمدة مد الله وحلا وراجه وهو خلقك سوى الله كأبوري شرك يوين ومدك ما الشرك الأكبر شرك يوين الشرك الأكبر شرك يوين هو صرف العبادة لغير الله شرك يوين وإنات عبادة ألا يحسه الصرف وانا عبادة الا يحسه لغير الله عدان الله هين فدعاء غير الله سيدا انا اضبر عدان الله هين
والاستغاثة بالأموات يكالمويديس قوة لنتي أو الأحياء والغائبين أما قوة النول أن كل جوجين يعني قف النول يهي لكن كل مجوج مقالك الوجوجة وكافك يكون مغلو حشيك يسو وهذا بريضي هذا شرك قوة لنتينا الله مذ أيغانا قال تعالى وحاود دليل أن لو حويري واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عابد الله وحبانها لو ذا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم نبينا وحويري من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر جنوبت وحاقوين الشرك بالله الله إنا بحلو ذا جسد جنوبت وحاقوين إن الله أدحلو ذا جسد رواه البخاري. سؤالي نكال هل الشرك موجود في هذه الأمة شركك أمدا أحد إذا مجهوغا يعني أمدا قار إلهي أشرك يلي يجران نعم موجود ها وجوغا وجوغا. والدليل قوله تعالى يا الدليل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مروا ما ينبضا كوضاء الله يقونا وحب الله ذا الجنموية. وقال النبي جنا وحويري لا تقوم الساعة ساعة ما استاذيس يعني مرع عيسى مال انت قيامه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين إلا أي كقدر ثمان قبيلين أمد إذا كمذا بالمشركين مشركين وحتى تعبد الأوثان إلا أنتي لعبودان أنتي سن إلا إني لعبودان الأوثان وقتيلي الجاهلية وهي عبود جرين إلا إلا عبودان. سؤال شنك له ما حكم دعاء الأموات أو الغائبين هل كاسي أين إن شاء الله تعالى حلقة كتب ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.